اوكي. الايميل: مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشكر تغطياتكم الخاصة والرائعة لحفل الفنان العرب في الأردن. قناة برغم حداثة عهدها بين القنوات إلا أنها استطاعت أن تصل لقلوب الملايين بما تقدمه من تغطيات حصرية. أنقل لكم تحيات إدارة وأعضاء منتديات فنان العرب عبدو طرب، عبدو سلاش أو داش طرب. يسرني أن أوفق لكم تغطية منتديات عبدو طرب لما قدمته قناتكم لاستقبال فنان العرب ولقائكم الخاص به. SCC الاستقبال واللقاء الصحفي واللقاء الخاص بفنان العرب بقناة SCC. تحياتي وتقديري للقائمين على البرنامج وعلى القناة الرائعة بكل ما تقدمه لنا من تميز متجدد. عطر القصايد، منتديات عبدو طرب. شو رأيكم ندخل على اللينكات يلي أرسلوها عطر القصايد من منتديات عبدو طرب؟ كل المحبة، كل المحبة. وبهاللحظات عم نتابع على الشيشة اللينكات يلي أرسلوها واللي أرسلوها طبعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساري أحمد بمانشيت رئيسي ضمن عبدو طرب: الاستقبال واللقاء الصحفي واللقاء الخاص بفنان العرب بقناة SCC. طبعا عم نتابع على الشيشي. يسرنا أن نقدم لكم جمهور الطرب استقبال فنان العرب ولقائه من قناة SCC. تحدث فيه عن استعداده لحفلة الأردن وحفلاته المقبلة وكذلك عن ألبومه الجديد وأيضا عن تعاونه مع الشيخ عائض الجرني والكثير في هذا اللقاء. ساري أحمد: قلبي دليلي. أعضاء عبدو طرب عطر القصايد زوزو الجنوب، أيضا عمار عبدو عاشق عسير، كمان عطر القصايد ألف شكر. لا يعني هي او هو عطر القصايد مشرف قسم صوتك يناديني وابي منه الخبر، فبيض الله وجهك، ما قصرت يا ساري. لقاء جميل ورائع وطلة واستقبال اروع لفنان العرب. بالتوفيق لفنان العرب في حفل هذه الليله بالاردن. شكرا على مجهودك يا ساري في نقل كل ما يخص فنان العرب من تغطيه تلفزيونيه. اصايل كمان من الإقامة بالكويت بتقول: مديرة شؤون الأعضاء أصايل، كمان كل المحبة لإلك ولكل فانز وأعضاء وجمهور سيد الطرب فنان العرب سلطان الطرب والعرب فنان العرب محمد عبدو، ولكل الأعضاء يلي أنتم متواجدين حاليا بعبدو طرب. نوصل لعطر القصايد أيضا مشرف قسم صوتك يناديني بالمانشيتات الرئيسية: قناة SCC تابعت وصوله وتعرض الحفل الليلة، محمد عبدو عامر الحمود من رواد الإخراج وأتابع قناته، مع صور يلي تجمع طبعا الأستاذ عامر الحمود وأبو عبد الرحمن، وصورة تانية لزميلتنا نغم مستو يلي عملت لقاء طبعا مع فنان العرب أبو عبد الرحمن. رح نتابع طبعا عبدو طرب، كل المحبة لكم. برضو في إيميل حيوصلكم من الزميل فريق القناة كمان لكم، فلما يوصلكم خبروني على إيميل مساء أنه وصلكم وأنا بخبره أنه أنتم أرسلتوا لي. أوكي، ألف شكر لهالمحبة الكبيرة. ومثل ما قلنا الـSCC تعنى بالرواد والمبدعين السعوديين، ولما منجيب سيرة أو منحكي عن الرواد السعوديين والمبدعين ما مننسى اسم كبير بالساحة الفنية العربية اللي هو فنان العرب محمد عبدو. فشاكرين ومقدرين يا عبدو طرب لمحبتكم لفنان العرب وللـSCC.